أخبار اليوم. المرتب كله 600 جنيه وما بيكفيناش ومعايا ست عيال وساكن بالاجره بدفع 300 جنيه كل شهر. بدفع 300 جنيه والمرتب ما بيقضيش. ما فيش اي دخل ولا فيش اي حاجه الا الشغلانه دي، ما عندناش اي حاجه خالص. اتوجه المسؤول اللي هو مشغلنا بنفضل نتكلم ما بيسمعوناش. هم 300 جنيه بدفعه ومعايا ست عيال وبعدين في اوضه واحده بس. لما جيت اتعين في اي شركه مش هقدم لهم كهرباء، ما هقدم لهم كهرباء. وجريت على القوة العاملة وقالت له طب نستنى فرصة، استنى يومين، استنى ثلاثة، مفيش. طب اكل عيالي منين؟ جريت واشتغلت في الشغلانة دي ما لقيتش أي وظيفة تانية. ودلوقتي سني وصل 44 سنة وبقالي في الشركة دي أحسن من 7-8 سنين. جيت أقدم في أي حاجة دلوقتي ولا في أي شركة دلوقتي تقول لك لا أنت سنك بقى 44 سنة. طب على حساب مين؟ الوقت اللي ضاع على حساب مين؟ اللي انا محتاجه ان احنا كلنا مرتباتنا تبقى حلوه ونبقى مبسوطين، مش اكتر من كده. يعني انا لو خدت 1200 جنيه زي القانون ما بيقول هبقى مرتاح برضه، ما هو مبسوط مش وحش. لو 1200 جنيه بس مش هخش اي محل واقول له هات السله بتاعتك عشان اخد منك جنيه، مستني حاجه من حد. توفي انك تشتغل عمل نظافه؟ لا. لما تتخرج من الجامعه توفي انك تشتغل عمل نظافه؟ لا. عرض انا مش مشكله. لا الشغل مش عيب. اي اشتغل نظافه؟ الشغل مش عيب، الشغل مش عيب ولا حرام ولا عيب ولا حرام. يعني الشغل شغالين في عربيه يد اهي الحمد لله.